يعتبرون انه قاطع الانظار من اكثر القواطع امن واستقرارا، من اكثر القواطع يعني هدوء من الناحيه العسكريه، بسبب انه قطاعاتنا فرض السيطره واكو تعاون جيد ومتميز ما بيناتنا وما بين المدنيين. شلون يشوفون المدنيين وياكم هنا؟ يعني اهل الانظار شلون هم الجيش؟ يعني داعمينكم ومتعاونين ومقيمين العمل اللي جاي نسوي لهم اياه احنا، يعني هسه اليوم الجيش العراقي من يقدم هاي الخدمه ويفرض الامن ويسيطر على قطاع المسؤوليه، هذا العمل مقيم من قبل الناس اللي موجودين، يفوت يسلم وش تحتاجون واحنا فوتكم واحنا حاضرين هنا، وبالعكس احنا كذلك وياكم. بصراحه يعني اهل الانظار ناس يعني خير حتى العسكري اللي يروح للسوق ويريد له شغله يشوفها يقول له خذها توكل بابا، لانه يعني ما موجوده غير مناطق. بس انا من احكي انا يعني اسمع من الناس، يعني يجون يمي ابناء محافظه الانظار يقول لي سياده القائد هذا فوج من غير الجيش موجود، احنا نريد الجيش يجي مكانه، نحب الجيش، الجيش اللي يشوفه في مكانه يعطينا رسالات الاطمئنان والارتياح من يشوف اكو جيش موجود. هذه هي قمه يعني الانجاز الامني، من تقدر تكسب قلب المواطن وتخليه يعني داعم لك وسند لك، هذا اللي حققناه احنا بمحافظه الانظار. اليوم اهل الرطبه والمناطق المحيطه بقضاء الرطبه محبين للفرقه الاولى، محبين لقياده عمليات الانظار، حالهم حال الفلوجه وعمليه الصمود والصقلاويه ومركز الانظار. فالحمد لله هاي جهودكم يعني وتضحياتكم. نعم بارك الله فيكم.